السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أبطال عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، معاكم سماية سعودي دفعة 42، النهاردة بإذن الله هناخد محاضرة بسيطة من محاضرات اللوكوموتر، بتكلم عن الكارتج طبعا كموديول جديد، هو عبارة عن موديول سيستميك، تاخدوا فيه كل المواد مع بعض، بس ممكن تتلخبطوا أو حاجة، بس بالعكس هو بيكون سهل عليكم قوي، بس إن أنتوا هتاخدوا الأناتومي، هتشوفوا الحاجات على الطبيعة سواء كان عظم أو ماسلز أو إنكم تشوفوا الكارتلج في الدايجرامات يعني وكده. طيب بعد كده هتشوفوها في الهيستولوجي، هتشوفوها تحت الميكروسكوب، تشوفوا كل حاجة بتتكون من إيه، ومن ساعتها هتدركوا عظمة الخالق. ثم بقى علم الفسيولوجي، هتشوفوا كل واحدة من دول إزاي بتشتغل وتقوم بوظيفتها على أكمل وجه، وبالذات الماسل طبعا. وبعد كده هتشوفوا الأمراض اللي بتيجي فيها في الباثولوجي وإزاي بنعالجها في الفارما. وبعد كده تاخدوا البايو تاخدوا مثلا تركيزات المواد في العظم او العضلات او في الكارتليج، هتاخدوا برضو ازاي لو حصل اي مشكله بنقيس النورمال ليفلز وكده. هو يعني مش موديول صعب ولا حاجه، هو تقيل شويتين، بس لو يعني خدتوها من الاول جد ومشيتوا مع الكليه هتوصلوا يعني، وهتجيبوا درجات كويسه باذن الله. نبدا كده حضرتنا بعنوان الكارتليج. قبل ما نبدا استاذنكم ندعي لزمايلنا الذين توفاهم الله، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويصبر اهلهم ويلهمهم بالصبر والسلوان، ويرحمنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه. طبعا ندعي اخواتنا في فلسطين، ربنا ينجيهم وينصرهم ويصبر قلوبهم. قبل ما نقول دعاء المذاكره احب بس اهنيكم واقول لكم كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. طبعا احنا في شهر كريم جدا، الشهر ده شهر مبارك، فنحاول كلنا نخرج منه بقلب افضل من القلب اللي احنا دخلنا بيه. نحاول نجدد كده نيتنا في المذاكرة، وطبعا ما نعتبرش المذاكرة دي عبء علينا، هي طبعا يعني حاجة تقيلة بس نحتسبها لله، ونجدد نيتنا بحيث ان احنا نقدر ناخد اجر بالمذاكرة اللي احنا بنذاكرها دي. وبعد كده نقول دعاء المذاكرة، اللهم اني اسألك فهم النبيين، حفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عميرة من ذكرك، وقلوبنا من خشيتك، وأسرارنا من طاعتك، انك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. المفروض نعرف ايه النهاردة؟ طبعا قلنا هنعرف الكارتليج، فانت تعرف لي الديفينيشن العام، وهتعرف لي هنبدا بقى وانواع الكارتليج دي. نبدا كده بسم الله، هناخد جنرال كاركتلز عموما الدكتوره اكدت عليها. طبعا انا سمعت ريكورد الدكتوره وعرفت هي اكدت على ايه وقالت ايه مهم وايه لازم نعرفه وهكذا، وفي الاخر جبت لكم شويه من اسئله دفعه 42 هي اسئلتنا في الميد يعني، فهنحلها باذن الله. نبدا كده بسم الله. الكارتليج هو سبيشاليزد تايب اوف كونكتيف تيشو، يعني كونكتيف تيشو بس سبيسيفيك شويه، بحيث ان احنا عملنا ايه، زودنا خلينا الكونسيستنس بتاعه يكون فيرم، وخلينا يكون يعني ريجيد شويه، فيرم وريجيد، بحيث ان هو يقدر يكون صلب بيض اوفر، ان هو الاستيك يعني مش الاستيك اسمه ايه فليكسيبل، بحيث ان هو يكون ناشف ولكن مرن معانا، ما يبقاش ان هو بيتقطع او بيتكسر وهكذا. طيب احنا قلنا الكونكتيف تيشو عموما بيتكون من ايه، كان بيتكون من سيلز وفايبرز وماتريكس. الماتريكس هو الفرشه، الفايبرز دي عباره عن العواميد بتاعه البيت، والسيلز اللي هي الخلايا او الناس اللي عايشه فيها او المسؤوله عن المينتيننس بتاع الكارتليج ده. يبقى هو عباره عن كونكتيف تيشو ولكن سبيسيفيك، ماشي، خلينا فيرم في الكونسيستنسي. طيب طب وانا عملت كده فيه ليه؟ قال لك تو بير الميكانيكال ستريس وزاوت بيرمننت ديستورشن، بحيث ان هو يقدر يستحمل كل الضغط او اي ضغط عليه من غير ما يتكسر او يتقطع، يعني من غير ما يحصل له ديستورشن. مثلا انت لو بصيت للني جوينت اللي هو مفصل الركبه، احنا على طول بنمشي وبنتنطط وبنلعب وبنعمل، فلو كان الكارتليج ده ما كانش فيرم وفليكسبل معانا كان زمان يعني حصل مشاكل كتير. طيب هو برضو بيكون افاسكولار، يعني ما فيهوش بلاد فيسلز، امال بياخد الغذاء بتاعه منين؟ قال لك النورسمنت بتاعته بتحصل عن طريق الديفيوجن، الديفيوجن ده بيحصل بالانتشار، يعني الاكل او الغذاء بتاعه بينتقل عن طريق من التركيز العالي الى التركيز الاقل. التركيز العالي ده بيكون فين؟ في منطقتين، في البريكوندريم، يعني كل الكارتليج بيبقى فيه بريكوندريم ما عدا مكان واحد اللي هو مكان بتاع الجوينتس او الارتيكولار سيرفيس، وده بيكون فيه ساينوفيال فلويد. يبقى الكارتليج بياخد غذائه من مكانين، المكان الاول هو البريكوندريم، والبريكوندريم ده بيبقى حوالين الكارتليج في كل مكان ما عدا في الجوينتس، في الجوينت بقى ساعتها بنديله من الساينوفيال فلويد. يبقى هو بياخد الغذاء بتاعه بالديفيوجن من الانتشار، بحيث ان الاكل بينتقل من التركيز العالي الى التركيز الاقل، فين؟ في البريكوندريم او في الساينوفيال فلويد. ماشي، بعد كده بيقول لك ايه، ان سام في بعض الحالات ان انا بلاقي في بلاد فيسلز بتبقى ماشيه في الكارتليج ولكن مش بتدي له غذاء، ولكن بتروح تغذي الحاجات اللي حواليه. يبقى عادي جدا ممكن الاقي سب بلاد فيسلز في الكارتليج ولكن مش بتغذيه، يعني هو قالها معلومات طبيعيه اهي. طيب الكارتليج هاز نو ليمفاتيك نو نيرفس، يبقى الكارتليج فيه 3 نو، نو بلاد فيسلز، نو نيرفس، نو ليمفاتكس، يبقى هو مش بيحس، مش بيعتمد على نفسه، وكمان مفيهوش ليمفاتكس. تمام، نرجع كده سلايد بسرعه.
يبقى الكارتلج عباره عن ايه؟ سبيشاليزد فايبر كونكتيف تيشو. يبقى عباره عن كونكتيف تيشو بيتكون من سيل وفايبر وماتريكس، ولكن بيبقى سبيسيفيك شويه بحيث ان احنا نخلي الكونسيستنس بتاعه يكون فيرم، بالاضافه الى شويه من الفلكسبيليتي عشان يقدر يكون مرن معانا ويستحمل الاسترس بدون ما يحصل له ديستورشن. طيب تاني حاجه فيه ان هو بيكون افاسكولار، يعني ما فيهوش بلاد فيسلز، وافاسكولار دي يعني نو بلاد فيسلز، تفكرني بالتو نور تانيين اللي هما ما فيهوش لمفاتكس ولا فيه نيرفس. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ امال بياخد غذائه منين؟ بياخد الغذاء بتاعه من بالديفيوجن. بالديفيوجن من حاجتين، من البريكوندريوم او السينوفيال فلويد. البريكوندريوم ده بيبقى فيه كابيلاريز خاصه بيه بتغذي، وجيب كمان بيدي الغذاء للكارتلج عن طريق ان هو بينتقل من التركيز العالي في البريكوندريوم ده الى التركيز الاقل. طيب المكان اللي ما فيهوش بريكوندريوم زي مثلا الجوينتس او الارتيكولار سيرفيس، ده بياخد من السينوفيال فلويد. السينوفيال فلويد ده بيبقى موجود في اي جوينت زي ما احنا عارفين واخدين قبل كده مديول الجنرال. طيب بيقول لك ان في بعض الحالات بلاقي فيها بلود فيسلز بتبقى معديه جوه الكارتليج ولكن مش بتغذي، فده طبيعي جدا. تمام. دي كده صوره بتوضح لي محتويات الكارتليج اللي احنا نبدا ناخدها واحنا ماشيين في المحاضره. اول حاجه انا دلوقتي عندي ايه؟ بريكوندريوم. بري يعني جزء، تكون من جزئين، بري يعني حوله، وكوندريوم يعني كارتليج. فانا دلوقتي بريكوندريوم يعني طبقه حول الكارتلج، طبقه بتبقى حوالين الكارتلج كده، بتعمل لي حواليه كبسول ان هي تقدر تحميه. اهو بيتكون من خلايا وهي تبقى عباره عن طبقتين هندرسهم واحنا ماشيين. دي كده الحاجه اللي بره. بعد كده الانر لير بتاعه البريكوندريوم دي خلايا بتسمى الكوندروبلاست. كوندرو يعني كارتلج وبلاست يعني خلايا مكونه، يبقى خلايا بتكون الكارتلج اسمها كوندروبلاست، بتبقى في الانر لير بتاعه البريكوندريوم. بعد الكوندروبلاست بلاقي خلايا ثانيه اسمها الكوندروسايت. الكوندروسايت دي بتبقى موجوده حوالين فراغ اسمه اللاكيونا. اللاكيونا دي بتبقى الفراغ اللي موجود في الماتريكس بيبقى جواه الكوندروسايت. الكوندروسايت دي مسؤول عن المينتيننس بتاع الكارتلج، يعني اي حاجه تتكسر، اي حاجه يعني من الكارتلج يحصل لها اي مشكله دي بتعوضها لي. تمام، دي الكوندروسايت. طيب بعد كده عندي ايه؟ ادي اللاكيونا اهي، الفراغ اللي بتبقى حوالين الكوندروسايت، ودي برضو ايه؟ بريكوندريوم. طيب ادي بيقول لك الاسهم دي بتوضح لي طريقه الغذاء بالانتشار اللي هو الديفيوجن اوف ذا نيوتريشن، بتنتقل من البريكوندريوم او الكابيلاريز اللي بتبقى في البريكوندريوم الى الكارتلج جواه اهو. تمام. نبدا كده ناخد البريكوندريوم، هو بيكون فاسكولار كونكتيف تيشو، يبقى نوع من الكونكتيف تيشو ولكن فيه بلاد فيسلز اهو، هو ده اللي بيبقى فيه كابيلاريز عشان خاطر تقدر تدي الغذاء بالديفيوجن الى الكارتلج بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. طيب بيبقى موجود حوالين الكارتلج في كل مكان ما عدا مكان واحد بس اللي هو الارتيكولار سيرفيس اللي هو ايه؟ مكان الجوينتس. يبقى البريكوندريوم هو عباره عن فاسكولار كونكتيف تيشو بيحوط الكارتلج من كل مكان ما عدا المكان اللي فيه جوينت. طيب المكان اللي فيه جوينت ده بتاعك ده بيعوضه ايه؟ سينوفيال فلويد. البريكوندريوم بتاعنا ده عباره عن طبقتين، طبقه بره وطبقه جوه. الطبقه اللي بره دي عباره عن فايبرس لاير وفايبر الاستيك لاير. فايبر الاستيك لاير عاده بيبقى فيها طيب 2 كولاجين. طيب والطبقه اللي جوه دي بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن خلايا اسمها كوندروجينيك سيل او خلايا كوندروبلاست. كوندروجينيك هي بتتكون من مقطعين، مقطع الاول كوندرو يعني كارتلج، جينيك يعني بتكون الكارتلج، يبقى الخلايا او الطبقه اللي بتكون الكارتلج مكونه من خلايا اسمها الكوندروبلاست. كوندروبلاست خلايا بتكون الكارتلج، يبقى جينيك مقطع جينيسيس ده او بلاست يعني بيكونه، خلايا بتكون الكارتلج بتبقى موجوده في الانر لاير بتاعه البريكوندريوم عشان ده سؤال امتحان. طيب الفانكشن بتاعه البريكوندريوم قال لك نسيتي ده، وظيفته تغذيه الكارتلج بالديفيوجن، يبقى هو نيوتريشن باي ديفيوجن فروم بلاد فيسلز بالاضافه الى الكوندروجينيسيس. يبقى هو اول حاجه ان هو بيغذي، ثاني حاجه ان هو تصنيع الكارتلج. يبقى سريعا كده تاني هنرجع على البريكوندريوم، هو عباره عن فاسكولار كونكتيف تيشو. فاسكولار كونكتيف تيشو بيحوط كل الكارتلج ما عدا منطقه الارتيكولار سيرفيس اللي هو منطقه الجوينتس. البريكوندريوم ده عباره عن طبقتين، طبقه خارجيه وطبقه داخليه. الطبقه الخارجيه عباره عن فايبرو الاستيك لاير، الطبقه الداخليه عباره عن انر كوندروجينيك لاير. انر كوندروجينيك لاير هي الطبقه بتكون الكارتلج الاساسي اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، كلها عباره عن خلايا من الكوندروبلاست. كوندروبلاست خلايا بتكون كارتلج. طيب يبقى انا كده اتكلمت على وظيفه البريكوندريوم، قلت اول حاجه النيوتريشن عن طريق الديفيوجن بتبعت غذاء للكارتلج عن طريق الديفيوجن من الكابيلاريز بتاعتها. طيب تاني حاجه عن طريق ان هي بتحتوي على خلايا الكوندروبلاست بتعمل لها كوندروجينيسيس. تمام. اي حاجه مكتوب جنبها امبورتنت زي دي تبقى مهمه وتاكيدات الدكتوره. نبدا كده بخلايا الكوندروبلاست، اول خليه من خلايا الكارتلج دي اسمها الكوندروبلاست. قلت كوندرو يعني كارتلج، بلاست يعني مكونه، يبقى الخلايا اللي بتكون كارتلج هي اسمها الكوندروبلاست. مصدرها ايه؟ مصدرها امبريونيك ميزينكايمال سيلز، يبقى اندرفيتد ميزينكايمال سيل. طب انتوا خدتوا نوع من الخلايا ما بيبقاش لها اصل، يبقى بتبقى هي خلايا بس ستيم سيل كده، خلايا جذعيه بتبدا تتشكل حسب ما احنا محتاجين. زي ايه؟ خلايا الميزينكايمال سيلز. الميزينكايمال سيلز دي بتبتدي تديني خلايا الكوندروبلاست. الكوندروبلاست تكونت من خلايا الميزينكايمال سيلز، موجوده فين؟ موجوده في الانر اسبيكت بتاع البريكوندريوم. ده كده البريكوندريوم. طيب الانر اسبيكت بتاعه هو عباره عن خلايا من الكوندروبلاست، ماشي؟ اهي
مصدرها ايه؟ مصدرها امبريونيك ميزينكايمال سيلز. وافتكر الكلمه دي عشان ممكن تتسال فيها. طيب شكلها تحت الميكروسكوب الضوئي عادي جدا، بتبقى شكلها فلات او اوفل او اليبتيكال. فلات او اوفل يعني انت بتشوفها شكلها فلات كده، وبتبقى اوفل بيضاويه، واليبتيكال يعني شبه بيضاوي شويه. طيب وسبيزوفيليك سايتوبلازم يعني هي بتبقى بيضاويه، والسيتوبلازم بتاعها بيكون بيزوفيليك. بيزوفيليك ليه؟ عشان الخليه بتطلع بروتين، النواه بتاعتها بتكون بين نيوكليس. يبقى كده تاني، سرعه الكوندروبلاست قلت مكونه من مقطعين، المقطع الاولاني الكوندرو يعني كارتليج، وبلاس يعني جينيسيس يعني خلايا بتكون الكارتليج. مصدرها ايه؟ مصدرها الميزينكايمال سيلز، موجوده فين؟ في الانر اسبيكت اوف ذا بريكوندريم. طيب هي خلايا بتبقى فلات او اوفال ان شيب، فلات او اوفال ان شيب، اليبتيكال ان شيب برده، يعني هي خلايا بتبقى فلات مسطحه شويه او بتبقى اوفال، بالاضافه الى انها ممكن تبقى اليبتيكال. اليبتيكال يعني شبه الاوفال شويه، تمام؟ زي ما انتم شايفين هنا في الرسمه دي. طيب السيتوبلازم بتاعها بيكون بيزوفيليك لان هي خلايا بتطلع بروتين، النواه بتاعتها بتكون بي لان هي بتكون خلايا اكتيف. تعالوا نشوف شكلها تحت الميكروسكوب الالكتروني، او قالك they show all ultra structure features، يعني هي خلايا بتبقى الكرايتيريا بتاعتها كلها بتوضح الكرايتيريا بتاعت خلايا بتصنع بروتين. هي ويز بروتين سينسيس، خلايا بتصنع بروتين. فاذا هلاقي فيها ايه؟ هلاقي فيها رف اندوبلازميك ريتيكولم بتبقى اباندنت، هلاقي فيها رايبوزومز، بالاضافه الى ان هلاقي فيها بروميننت جولجي ابريتس. طيب بلاقي فيها ميتوكوندريا كتير، عشان محتاجه طاقه عشان تطلع لي، عشان تقدر تصنع بروتين براحتها. النيوكليس بتاعتها بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن يوكروماتين. الخلايا يعني بتبقى اكتيف، فالنيوكليس بتاعتها بيكون بيل فبتحتوي على يوكروماتين، تمام؟ طيب الوظيفه بتاعت الخلايا الكوندروبلاست دي، ما انا عمال اقول من بدري، كوندرو يعني كارتليج وبلاست يعني بتصنع. الخلايا الكوندروبلاست دي وظيفتها السينسيز اوف بروتين اوف ذا ماتريكس، بتصنع البروتين بتاع الماتريكس عشان تقدر تكون لي خلايا الكارتليج. يبقى انا هقول تاني كده بسرعه، الكوندروبلاست هي مكونه من مقطعين، المقطع الاول كارتليج، المقطع الثاني بلاست يعني بتكون كارتليج. مصدرها ايه؟ مصدرها ميزينكايمال سيلز، بتبقى موجوده في الانر اسبيكت اوف ذا بريكوندريم زي ما احنا شايفينها على الرسمه هنا. طيب شكلها عامل ازاي في الميكروسكوب الضوئي؟ بتبقى فلات او اوفل، بتلاقي السيتوبلازم بتاعها بيكون ميزوفيليك، ومهم تعرف السيتوبلازم ميزوفيليك، بتلاقي النيوكليس بتاعتها بتكون بيل، بيل عشان فيها كروماتين. تعال نشوف بقى بسرعه الميكروسكوب الالكتروني، قال لك هي خلايا بتصنع بروتين، فهلاقي فيها كل الكرايتيريا بتاعت الخلايا اللي بتصنع بروتين، يعني ايه؟ هلاقي فيها رف اندوبلازميك ريتيكولم، هلاقي فيها رايبوزومز، هلاقي فيها جولجي اباريتس وبيكون بروميننت، وهلاقي فيها ميتوكوندريا كتير برده، وهلاقي النيوكليس بتاعتها فيها يوكروماتين. يوكروماتين عشان هي خلايا بتبقى اكتف. طيب وظيفتها قلت لك هي بتصنع الكارتليج سيل، ف بتصنع ايه فيه؟ بتصنع البروتين بتاع الماتريكس والفايبرز، كمان بتصنع البروتين والماتريكس بتاع الفايبرز. يبقى هي وظيفتها ايه؟ تصنيع الكارتليج. مين دي؟ خلايا الكوندروبلاست، وشكلها تحت الميكروسكوب زي ما احنا شفناه. طيب تاني خلايا الكوندروسايت. بصوا انا دلوقتي عندي ايه ده؟ كده البيريكارديوم، الانر لير بتاعته بتبقى عباره عن خلايا كوندروبلاست، تمام؟ تمام. اللي هي داخله كده جوه الكارتليج بتبدا تحوط نفسها بفراغ، الفراغ ده بنسميه اللاكيونا. طالما خلايا الكوندروبلاست حاطت نفسها بفراغ اسمه اللاكيونا، وابتدت تعمل تدخل في الماتريكس بتاع الكارتليج هسميها كوندروسايت. يبقى الكوندروسايت هي خلايا كوندروبلاست حاطت نفسها بلاكينا ودخلت في الماتريكس بتاع الكارتليج، تمام؟ تمام. المهم تعرف ان الكوندروسايت خلايا جوه الكارتليج، تمام؟ بتظهر ازاي؟ قال لك هي بتظهر لي خلايا كبيره وبتبقى فلات، موجوده في البريفري زي ما انت شايف اهو. طيب شكلها بتبقى لوحدها، ممكن تبقى سنجل او ان جروبس. سنجل دي لو هي لسه ما دخلتش جوه الكارتليج، وبتبقى شكلها عامل ازاي؟ فلات وسفيريكال، فلات وسفيريكال. طيب لو هي في جروب تدخل جوه الكارتليج بتعمل جروب، قال لك لو هي في جروب بتبقى جوه نفس اللاكيونا، نفس اللاكيونا اكتر من خليه مع بعض، فبنسميها سيل نستس. بيبقى شكلها تراينجلر، تراينجلر زي ما انت شايف دي كده، او سيمي سيركلر يعني تشوفها شكلها شبه المثلث، او انها تكون نص دايره. طيب يبقى مهم اعرف لي ان كوندروسايت اغلب ما تكون وهي جوه الكارتج بتبقى شكل في جروبات، الجروبات دي بتعمل لي سيل نست، ان هي بتكون نفس الخلايا في نفس اللاكيونا، فبتبقى شكلها شبه العش زي ما انت شايف دي كده اهي، ودي خلايا تانية وده هم اتنين كده. طيب قال لك ان اللاكيونا دي عباره عن ايه؟ عباره عن الفراغ من الماتريكس اللي بيبقى حوالين الكوندروسايت. اللاكيونا دي بتبقى متحوطه دي بيزوفيليك ماتريكس، اهي بيزوفيليك ماتريكس. المهم تعرف لي الجزء ده. يبقى سريعا كده بعد ما نكمل المورفولوجي، دي كده شكلها تحت الميكروسكوب الضوئي. لو هي سنجل بتبقى فلات وسفيريكال، لو هي سنجل هي فلات وسفيريكال، لو هي في جروب بتبقى تراينجلر او سيمي سيركلر، تراينجلر او سيمي سيركلر. بتشوفها شبه المثلث زي ما انت شايف دي كده، او انها بتكون شبه نص الدايره، ودي اللي حواليها اللاكيونا، اللاكيونا اللي هي الفراغ بيبقى حواليها، وبيبقى فيه من بره كده دي البيزوفيليكس جزء من الماتريكس. طيب شكلها تحت الميكروسكوب الالكتروني، اي السيتوبلازم بتاعها بيوليك شورت سيتوبلازميك بروسيسز، في بروسيسز كده بتبقى طالعه من السيتوبلازم تطلع بره، تطلع ناحيه الماتريكس
they have most of the usual organelles. هي غالبا بيبقى فيها الكرايتيريا بتاعت الخلايا بتصنع بروتين زي اختها بالظبط. هي عباره عن خلايا كوندروبلاست وهي كانت حاطه نفسها بلاكيونه ودخلت جوه الكارتلج قعدت في الماتريكس بتاعه. النيكلس بتاعتها تبقى فيها هيتيروكروماتين. هي خلايا بتبقى قاعده كامله اذا حصل اي مشكله في الكارتلج او حاجه اتكسرت او حاجه عايزين نعوضها هي دي اللي بتعوض. يبقى مين الخلايا اللي بتعمل مينتيننس للكارتلج؟ خلايا الايه؟ الكوندروسايت. يبقى سريعا كده شوف بس الفانكشن بتاعتها وبعد كده نتكلم على مقارنه بين خلايا كوندروبلاست وكوندروسايت. الوظيفه بتاعتها قال لك ان الكوندروسايت دي مسؤوله عن الفورميشن اند سيكريشن اوف كولاجين فايبرز. بتكون لك كولاجين فايبرز مين لي تايب 2. قال لك اي كارتلج عندنا بيتكون من كولاجين تايب 2. بعد كده في انواع من الكارتلج خاصه يعني بيبقى فيها كولاجين تايب 1 بس تعرف لي المين لي تايب او مين تايب اوف ذا كارتلج. مين تايب اوف كولاجين موجود في الكارتلج هو تايب 2. بتكون لي بروتين جلايكان وهي هيالورونيك اسيد وبتعمل مينتيننس للماتريكس. يبقى ايه وظيفتها؟ ان هي خلايا بتكون لي وبتفرز الكولاجين ماشي. بتكون كولاجين فايبرز اشهرهم تايب 2. بتكون بروتين جلايكان هي هيالورونيك اسيد وبتعمل مينتيننس للماتريكس. يبقى كده هراجع بسرعه على ايه الكوندروسايت. الكوندروسايت هي كانت خلايا كوندروبلاست حوطت نفسها بلاكيونه وقعدت جوه فين؟ قعدت في الماتريكس بتاع مين؟ بتاع الكارتلج. تمام. شكلها فلات ولارج. بتبقى سفيريكال لو هي لوحدها ولسه ما دخلتش الكارتلج او ما تدخل الكارتلج. بتبقى شكلها في جروبات كده بتبقى عامله سيل ليست. تمام. قال لك يعني ايه لاكيونه؟ ايه هي الفراغ اللي بيبقى حواليه الكوندروسايت؟ طيب السيل ليست عرفت ان هي اكتر من خليه جوه نفس اللاكيونه. تمام. اللاكيونه دي بتبقى متحوطه بديبلي بيزوفيليك كوندنسد ماتريكس. الماتريكس اللي حواليها بيبقى غامق جدا ولونه بيزوفيليك. تمام. زي ما احنا شايفين كده شكلها تحت الميكروسكوب الضوئي. قال لك بتبقى سنجل لو هي سنجل بتبقى فلات وسفيريكال. لو هي لسه ما دخلتش الكارتلج فلات وسفيريكال. لو هي في جروب بتبقى تراينجل او سيمي سيركلر. بتبقى شبه المثلث او ايه شبه نص الدايره زي ما انتم شايفين هنا. بتبقى متحوطه بلاكيونه لكن حواليها دي البيزوفيليك ماتريكس. بعد كده نشوف شكلها تحت الميكروسكوب الالكتروني. قال لك السيتوبلازم بتاعها بيوريك شورت بروسيسز بتطلع كده ناحيه ايه تطلع باتجاه الماتريكس. بعد كده بيقول لك ان اغلب الاورجانيلز دي او كل الاورجانيلز اللي فيها بتقول لك ان هي خلايا بتصنع بروتين. يبقى كل شكلها تحت الميكروسكوب الالكتروني بيقول لك ان هي خلايا بتصنع بروتين. النيوكليس بتاعتها بتبقى هيتيروكروماتين. ليه؟ لان هي وظيفتها ان هي بتعمل مينتيننس. يعني لو ما بيحصل مشكله في الكارتج دي بتبتدي تتنشط وبتبتدي تعمل مينتيننس وترجع لي الاجزاء اللي هي محتاجين نعوضها. الوظيفه بتاعتها قال لك ان هي خلايا مسؤوله عن الفورميشن والسكريشن اوف كولاجين فايبرز. كولاجين فايبرز اشهرهم تايب 2 وبتكون البروتين جلايكان وهيالورونيك اسيد بتعمل مينتيننس للماتريكس. وهي وظيفتها الاساسيه انها تعمل مينتيننس. فبتكون لي بتكون لي كولاجين فايبرز بتكون لي بروتين جلايكان وهيالورونيك اسيد عشان تقدر تخلي لي كارتلج زي ما احنا شايفينه في الشكل الطبيعي بتاعنا. طيب مقارنه سريعه كده بين خلايا الكوندروبلاست والكوندروسايت. ادي الكوندروبلاست اهي حاطط نفسها باللاكينه. اهي اللاكينه دي زي ما احنا شايفين اللون البيرمي الفاتح ده. اهو دي كده الكوندروسايت شكلها شبه الترينجلر او سيمي سيركولر عشان هي بقت عامله لي سيلنست. سيلنست ده بيبقى عباره عن خليتين او اربع خلايا او هكذا. طيب نبدا نخش على الفايبرز. انا قلت لك هو يعني اسمه ده كونكتيف تيشو عباره عن سيل وفايبر وماتريكس. اسف على الخط. السيل خلصناها اتكلم على الفايبرز والماتريكس برضو سهل مش صعب خالص. نشوف الكارتلج فايبرز كلها عباره عن ايه؟ كولاجينس تايب 2. الكارتلج بتاعنا عباره عن كولاجين تايب 2. كولاجين تايب 2 لما تقولي كارتلج يبقى كولاجين تايب 2 وانت مغمض. وفي شويه من الالاستيك فايبرز. قال لك ان يعني الجمله دي ملخصه لي كل اللي احنا اتكلمنا عنه. الكارتلج قلت لك ان هو نسيج من نوع خاص يعني سبيشاليزد تايب من كونكتيف تيشو مش بيعتمد على نفسه في الغذاء. قال لك ليه؟ عشان هو ما عندهوش بلاد فيسلز مش بيحس عشان هو ما عندوش نيرفس بالاضافه الى ان ما عندوش ليمفاتكس. ودي كده شكل الكارتلج موجود فيه اسمها ايه الارتيكولار سيرفيس بيتغذى من السينوفيال فلويد. طيب الماتريكس بقى قال لك ان الماتريكس ده بيكون فيرم او ريجيد في الكونسيستنسي ناشف شويه كده ما بيبقاش طري قوي ومعاه شويه من الفليكسبيليتي. قال لك ان هو بيبقى ناشف وفليكسبل في نفس الوقت. يعني انت مثلا لو جيت مثلا مسكت استيكه بلاستيكه اللي هي عادي بنمسح بيها بتلاقيها لو جيت تنيتها بتتني بترجع تاني للطبيعي في نفس الوقت. لو شدتها ما بتتمطش. يبقى هي بتقدر تستحمل اي ستريس ولكن ما بيحصلهاش ديستورشن ما بتتلعش وما بتتكسرش بتفضل زي ما هي بالظبط زي الاستيكه. يعني هو بيكون فيرم او ريجيد في الكونسيستنسي بيبقى معايا شويه من الفليكسبيليتي. It is formed of sulfated glycosamine glycans. sulfated glycosamine glycans فيها glycosamine glycans كتيرة. هما نوعين كوندروتين سلفيت او كيراتين سلفيت هما الاثنين مع بعض. يبقى هي عباره عن ايه؟ اول حاجه بتتكون منها sulfated glycosamine glycans عباره عن ايه؟ كوندروتين سلفيت وكيراتين سلفيت. كيراتين سلفيت والحاجات دي مجموعه سلفيت هي مجموعه سالبه تسحب الشحنات المجابه فعشان كده هي مسؤوله عن البيزوفيليا بتاعت الماتريكس. يبقى مين اللي بيدي الماتريكس البيزوفيليا او اللون الازرق بتاعه ده؟ السلفوريك اسيد.
طيب بالاضافه الى الجلوكوزا مونو جلايكانز دي عندي بروتيو جلايكانز و امبورتنت ستراكشر اسمه ايه؟ اسمه جلايكوبروتين كوندرونيكتين. كوندرونيكتين كوندرو يعني كارتليج، نيكتين يعني حاجه بتربط الكارتليج ببعضها، يبقى مسؤوله عن ترابط الكارتليج هو الكوندرونيكتين. يبقى الكارتليج ماتريكس عباره عن ايه؟ حاجه كده فيرم وريجيد في الكونسيستنسي. قال لك ان هي عندها درجه من الفليكسيبيليتي، تتكون من ايه؟ سلفيتد جلايكوزا مينو جلايكان بالاضافه الى البروتيو جلايكانز، وعندي ستراكشر مهم جدا اسمه جلايكوبروتين كوندرونيكتين. جلايكوبروتين كوندرونيكتين السلفيتد جلايكوزا مينو جلايكانز امثله عليها الكوندروتين سلفيت والكيراتين سلفيت. مجموعه السلفيت اللي موجوده في كل واحد فيهم دي سلفيت او سلفوريك اسيد، هما نفس المعنى، مسؤوله عن البيزوفيليا بتاعت الايه؟ بتاعت الماتريكس. معلومه مهمه ولازم نعرف يعني اللي بيدي بيزوفيليا للماتريكس هو مجموعه السلفيت. الفايبرز كنت قلت لك ان اي كارتليج بيتكون من كولاجين تايب 2 من الفايبرز ومعاه شويه الاستيك فايبرز. طيب بعد كده ما خلصنا الكارتليج واتكلمنا على الخلايا اللي بتكونه والباتريكس والفايبرز واتكلمنا على البريكوندريا، هنتكلم على انواع الكارتليج اللي عندنا. انواع الكارتليج ممكن تبقى الاستيك، ممكن تبقى فايبر كارتليج، ممكن تبقى هيلاين كارتليج. ده بيبقى حسب ايه؟ حسب المكان اللي هي موجوده فيه، حسب الكونتنت، حسب الكالر والبريكوندريا وكمان الماتريكس. يبقى هنعرف عن كل واحد فيهم مكانه فين، بيحتوي على ايه، لونه ايه، البريكوندريا بتاعه موجود ولا لا، والماتريكس بتاعه شكله عامل ازاي. هنبدا باول واحد اسمه الهايلاين كارتليج. ده بيشكل لي ايه؟ اغلب الفيتس سكيلتون، يعني كل الفيتس سكيلتون بيبقى عباره عن هايلاين كارتليج ما عدا السكالبون، ما عدا عظم السكال. يبقى كل الفيتس او كل الجنين اللي بيبقى في بطن امه بيبقى عباره عن هايلاين كارتليج ما عدا السكال. طيب بيبقى موجود فين؟ في الارتيكولار سيرفيس، يعني في الجوينتس، الكوستال كارتليج اللي هو بيبقى المفصل بتاع ايه؟ موجود بين الاسترنم والريبس اللي هو عظمه القص والدروع بتاعتنا، بتبقى مفصله مع بعضها في كوستال كارتليج. طيب واغلب الكارتليج بتاع الريسبيراتوري تراكت، يبقى الهيلاين كارتليج موجود فين؟ قال لك في الفيتس اغلب السكيلتون بتاعه ما عدا مين؟ ما عدا السكالبون. طيب موجود في الارتيكولار سيرفيس وفي الكوستال كارتليج وكمان موجود في الريسبيراتوري تراكت. بيبقى لونه ايه؟ بيبقى لونه وايت بلو، لونه ابيض هو بيبي بلو، يعني بيبقى لونه ترانسليوسنت، يبقى شفاف، شفاف لونه ابيض مزرقي شويه او هو لبني فاتح في الفريش سيكشن، يعني لو جبت زي ما هو موجود في الجسم بدون اي اصباغ بدون اي حاجه تانية اتحطت عليه بيبقى لونه فريش عادي جدا، بيبقى لونه وايت بلو وترانسليوسنت. موجود فين؟ قال لك في بريكوندريا، اغلب حاجه بتبقى في بريكوندريا، بس يعني في اماكن ما بيبقاش فيها، زي مين؟ زي الارتيكولار سيرفيس، مكان الجوينت ذات نفسه مش بلاقي فيه بريكوندريا. تمام تمام. الماتريكس بتاعه بيحتوي على بوث كولاجين اللي هو فيه كولاجين فايبرز والاستيك فايبرز. السيتوبلازم بتاعه او الماتريكس بيكون كلير بيزوفيليك، كلير بيزوفيليك زي ما احنا شايفين. طب ليه لون الكلير بيزوفيليك ده؟ قال لك لان الماتريكس له نفس الريفراكتيف اندكس بتاع الكولاجين والاستيك فايبرز، له نفس عمل انكسار الضوء. يعني الماتريكس والكولاجين والالاستين الثلاثه دول لهم نفس معامل انكسار الضوء، فبالتالي بيبقى لون الماتريكس عباره عن كلير بيزوفيليك بس. يبقى هقول تاني كده، انا عندي دلوقتي عندي ايه؟ الهيلاين كارتليج بيشكل لي اغلب الفيتس سكيلتون ما عدا السكالبون. موجود فين؟ في الارتيكولار سيرفيس، في الكوستال كارتليج، وفي اغلب الكارتليج بتاع الريسبيراتوري تراكت. طيب بيبقى لونه وايت بلو، وايت بلو ان كلر، يعني لونه بيبي بلو كده وترانسليوسنت في الفريش سيكشن، يعني زي ما هو موجود في الجسم بالظبط. كله بيحتوي على بريكوندريا ما عدا المنطقه بتاعه الجوينتس في الارتيكولار سيرفيس. يعني طيب الماتريكس بتاعه بيحتوي على كولاجين والاستيك فايبرز، شكله عامل ازاي؟ كلير بيزوفيليك، كلير بيزوفيليك زي ما انا شايفه الماتريكس اهو. طب ليه كلير بيزوفيليك؟ قال لك لان الكولاجين والالاستين والماتريكس وكلهم لهم نفس الريفراكتيف اندكس معامل انكسار الضوء، زي ما انا شفت كده. ده البريكوندريا، دي الكوندروبلاست في الانر لاير اهو، ماشي، بتحوط نفسها بلاكيونا، تبدا تتحول لخلايا اسمها الكوندروسايت اهي كده. الكوندروسايت موجوده في جروبس بتبقى شكلها تراينجولر او سيمي سيركولر، بتعمل لي حاجه اسمها سيل نيستس. وادي اهو زي ما انت شايف ده الماتريكس اللي هو لونه كلير بيزوفيليك. طيب شكل الهيلاين كارتليج تحت الميكروسكوب، ممكن تبقى صمغه من بره برضو عادي يعني. طيب اليلو فايبرولاستيك او اليلو الاستيك فايبر كارتليج، ده النوع الثاني يلو. قال لك ليه؟ علشان هو بيكون من الاستين، الاستين بروتين ده لونه اصفر. ونعرف عنه ايه؟ قال لك هو موجود في الاير بيننا الستاكن تيوب الابيجلوتس اللي هو يعني ايه دول؟ الاير بيننا اللي هي شحمه الاذن الخارجيه، هنشوفها واحنا ماشيين في الصوره اللي جايه، والستاكن تيوب اللي هي قناه ستاكيوس القناه السمعيه، وبيجلوتس اللي هو لسان المسمار. موجود في الكارتليج بتاع اللارينكس، اللارينكس هي الحنجره،
الكونكيوليت والكونيفورم دول شويه من الكارتلج، يعني هي متقسمه انواع كتير من الكارتلج، يعني اهمهم الكونكيوليت والكونيفورم. دول عباره عن يلو الاستيك فايبر كارتلج، وبيبقى لونه يلو عشان قلت لك ان اللاستين ده بروتين لونه اصفر. بيحتوي على ايه؟ دي السيلز اللي هي كوندروسايت بتاعته بتبقى نيوميروس وكتيره جدا جدا جدا، اكتر من الخلايا اللي بتبقى موجوده في الهايلاين، وبتبقى موجوده في الاكيونا، بتعمل لي سيل نيستس زي ما احنا شايفين. هي بتبقى يعني غزيره جدا، خلايا الكوندروسايت كتير جدا جدا جدا. طيب احنا شايفين في الرسمه الماتريكس بتاعه بيحتوي على نتورك اوف الاستيك فايبرز اند فيو كولاجين، بيبقى فيها يعني الاستيك فايبرز كتيره جدا وشويه من الكولاجين بيبقوا صغيرين، وبتبقى ماسكت اصلا متغطيه. البريكوندريوم is covering the elastic cartilage، مغطي بالاستيك كارتليج، has a similar structure as hyaline one. يعني ايه؟ البريكوندريوم بيبقى كلها بلاستيك فايبرز، تمام، بلاستيك كارتليج، وبتبقى نفس بتاع الهيلاين بالظبط. يعني احنا اتكلمنا على البريكوندريوم قبل كده واتكلمنا على محتوياته، قال لك ان الكارتليج بتاع الهيلاين، البريكوندريوم بتاع الهيلاين كارتليج اللي بيبقى حواليه نفس بتاع اليلو الاستيك فايبر كارتليج بالظبط. تعالى نقراها مره ثانيه، هنرجع عليها بسرعه. اليلو الاستيك فايبر كارتليج موجود فين؟ في الاير بين، هنشوفها في الصوره اللي جايه. الاستاكين تيوب اللي هي القناه السمعيه او قناه ستاكيوس، البيجلوتس اللي هو لسان المزمار، موجود في بعض الكارتليج بتاع اللارينكس اللي هي الحنجره زي الكونكيوليت والكيونيفورم، هم اسمهم كده يعني مش ترجمه. الكارتليج ده بيبقى لونه اصفر لان هو بيتكون من الاستين بروتين، الاستين ده لونه اصفر اصلا في الفريش سيكشن. قال لك بعد كده السيلز دي بتبقى مور نيومرس، بتبقى كتيره جدا، ار لوكيتد انسايد ذا لاكيونا، بتبقى جوه اللاكيونا، بتعمل لي سيل نيستس. طالما خلايا الكوندروسايت بتبقى كتيره، اكتر واحد فيه خلايا كوندروسايت هو الاليستيك فايبر كارتليج. اتس ماتريكس كونتينز نتورك اوف الاستيك فايبرز، الماتريكس بتاعه بيحتوي على شبكه من الاليستيك فايبرز ومعاه شويه من الكولاجين. الكولاجين اصلا بيبقى متغطي بالاليستيك فايبرز. بعد كده اللي هو البريكوندريوم ده بيبقى عباره عن ايه؟ هو اللي بيغطي الكبسوله اللي بتبقى حوالين الكارتليج، بتبقى عباره عن الاستيك فايبرز، وبتبقى بالظبط كل محتوياته نفس محتويات الهيلاين كارتليج. احنا لو شفنا هو ده كده البريكوندريوم، دي كده الكوندروبلاست، دي كوندروسايت، كوندروسايت كتيره جدا، وادي الاستيك فايبرز اهي موجوده متغطيه لي على الكولاجين، اسمها الكولاجين فايبرز. دي كده اهي الاير بينا شحمه الاذن الخارجيه، وادي هو دي كده اللارينكس، دي كده الكونكيوليت، ودي الكوينيفورم، ودي البيجلوتس اللي هو لسان المسمار. بيهمني جدا في اللي هو في عمليه البلع، يعني في اللي اسمه ايه اللارينكس، يعني بيقفل الفرنك، يخلي الاكل يدخل من الفرنكس على الاسوفجس على طول، ويمنع ان هو يدخل في اللي هو القصبه الهوائيه والكلام ده، تمام. بعد كده النوع الثالث من الكارتليج اسمه وايت فايبرو، وايت فايبرو كارتليج. طالما قلت لك فايبرو هنا وايت فايبرو ولونه ابيض، قال لك لونه ابيض عشان بيبقى فيه كولاجين تايب 1، ده الوحيد من الكارتليج اللي فيه كولاجين تايب 1، مش عارفه بيتكتب ايه تايب 1، يعني المهم تعرف انه تايب 1. يبقى انترميديت بتوين دنس كونكتيف تيشو والاين كارتليج، يعني هو محتواه بين الاثنين، بين الكونكتيف تيشو اللي هو الدنس التقيل قوي ده واللي هو بيكون بدات سبورت، والهايلاين كارتليج بيحتوي على ايه؟ كولاجين تايب 1. موجود فين؟ في السيمسس بيوبس اللي هو المفصل اللي موجود تحت عند البيوبس من قدام، اللي هو والسيمسس من طاي. السيمسس من طاي ده اللي هو موجود في قدام الدقن من قدام، والسيمسس من طاي هي حته بتبقى موجوده في منتصف الجسم من فوق ومن تحت، في البلفس وفي في الفوق في الهيد عند الدقن بتاعنا او عظمه المندبل. طيب موجود فين برضه؟ موجود في الانترفرتيبرال ديسكس، واشهر مكان موجود فيه الوايت فايبرو كارتليج هو الانترفرتيبرال ديسكس، وده كان سؤال امتحان على فكره جه في سنتنا. ان اتاتشمنت اوف ذا سيرتن ليجامنت، بيمسك في الليجامنتس بتاعه الكارتليج سيرفيس او ذا بون. يعني ايه؟ البون بيبقى له ليجامنت يمسك فيه عشان خاطر يخلي يعني الحركه سهله يعني ومريحه من غير ما يحصل اي ديستورشن او اي مشكله، ماشي. طيب هو بيكون اوبيك اند فيرم، لونه ابيض وبيكون اوبيك وفيرم في الكونسستنسي. الكوندروسايت بالظبط زي الهايلاين كارتليج، دي ار ارينجد ان لونج روز، بتبقى فيه صفوف كده، صفوف، وبيبقى بين هذه الصفوف كولاجين باندلز. كولاجين باندلز هنشوفها في الرسمه اللي جايه. يبقى تعرف لي ان الوايت فايبر والكارتليج الخلايا بتاعه الكوندروسايت بتبقى مترتبه لي في روز كده، وبينها ايه؟ بينها صفوف من الكولاجين. يبقى خلايا الكوندروسايت بتبقى عباره عن ايه؟ خلايا كده مترتبه لي في روز، صفوف صفوف صفوف، وبين هذه الصفوف كولاجين باندلز، ماشي تمام. زي ما احنا شايفين اهي كده خلايا الكوندروسايت حواليها لاكينا، وادي الكولاجين باندلز اهي. دي كده الفايبر كارتليج ماتريكس از اسيدوفيليك، هو بيكون اسيدوفيليك. الوحيد اللي اسيدوفيليك عندنا هو مين؟ هو الوايت فايبر كارتليج. قلت لك هو لونه وايت علشان في كارتليج، في ده في كولاجين تايب 1، وبرده نفس الكولاجين تايب 1 اللي خلاه لي خلاه الماتريكس بتاعه لونه اسيدوفيليك.
تمام because it contain great number of course type of collagen type 1. collagen type 1 موجود في مين؟ في الوايد فايبر كارتليج. بتشوف على طول من الميكروسكوب الضوئي البريكوندريم مش موجود، مفيش بريكوندريم اهو، قال لك نو بريكوندريم في الرسمه اهي، يبقى الوحيد اللي ما فيهوش بريكوندريم هو الوايت فايبر كارتليج، الوحيد اللي فيه كولاجين تايب 1 هو عباره عن وايت فايبر كارتليج، ماشي؟ الخلايا بتاعه الكوندروسايت مترتبه لي في صفوف من الكولاجين اهي كده في صفوف، والكولاجين باندلز فاصله لي بينها، يبقى الوحيد اللي ما فيهوش بريكوندريم مين؟ هو الوايت فايبر كارتليج، خلي بالك منها عشان ده سؤال امتحان. واهو دي كده اهي كوندروسايت مترتبه لي في صفوف اهي كده كوندروسايت في صفوف بينها كولاجين باندلز، وادي رسومات بتوضح لي الهايلاين كارتليج اهو، ودي الفايبر الاستيك اسمها يلو فايبر الاستيك، ودي كده ده الاستيك والتاني اسمه وايت فايبر كارتليج، ولا طالما قلت لك فايبر يبقى فيها كولاجين تايب 1. طيب مقارنه بين الهايلاين كارتليج واليلو الاستيك فايبر كارتليج والوايت فايبر كارتليج. هايلاين الهايلاين بيبقى موجود في اغلب الفيتس ما عدا السكالبون، موجود في الكوستال كارتليج، موجود في الريسبيراتوري تراكت، في الارتيكولار سيرفيس اللي هو كل المفاصل، لونه بيبقى وايت وايت بلو اللي هو يعني ابيض مزرق شويه وبلونه بيزوفيليك، يعني بريكوندريم بتاعه بيبقى موجود ولكن ما عدا منطقه الارتيكولار سيرفيس. الماتريكس بيبقى عباره عن كولاجين والاستيك فايبرز وبيبقى ايه كلير بيزوفيليك. اليلو الاستيك فايبر كارتليج اليلو بص الالاستيك دي فيها ايه في اي حاجه فيها ايه، يعني هي الاستيك فبتبقى موجوده في الاير بيننا اللي شحمه الاذن الخارجيه والاستاكين تيوب بالاي وبالجلوتس برضو بالاي، وموجود في اللارينكس اللي هو يونيفورم كونكيوليت وبيبقى يلو يلو يعني يلو اسمه الاصفر كفرنج اتس يعني ايه البريكوندريم بتاع اليلو الاستيك بالظبط زي بتاع الهايلاين. الماتريكس بتاع اليلو الاستيك بيبقى فيه الاستيك فايبرز اكتر من الكولاجين. طيب النوع الثالث اللي هو الفايبرو كارتليج الوايت، وايت بيبقى فيه كولاجين تايب 1، موجود فين؟ في السيمفسس بيوبس اللي هو تحت عند مفصل العينه، والسيمفسس من طيب موجود قدام الدقن هنا. طيب الانتر فيرتبرال ديسكس اشهر مكان موجود فيه الفايبر الاستيك فايبرز مهم، لونه بيبقى وايت قلت لك بيبقى اوبيك عشان بيبقى فيه كولاجين تايب 1. بريكوندريم مفيش بريكوندريم اصلا في الوايت فايبر كارتليج. طيب الماتريكس بتاعنا بيبقى سيدوفيليك نتيجه وجود الكولاجين فايبر تايب 1. طيب دي كده مقارنه بين الهايلاين كارتليج والفايبر كارتليج تحت الميكروسكوب، ده كده الوايت اهو خلايا الكوندروسايت مترتبه لي في صفوف بينها كولاجين باندلز، وادي الاستيك فايبرز مليانه خلايا كوندروسايت كتيره جدا، تمام كل واحده مميزه عن الثانيه. بس كده يعتبر خلصت، في شويه اسئله بقى نحلها، بس قبل ما نحلها نروح نجهز بسرعه ونيجي. اتكلمنا عن الكارتليج قلت لك هو سبيشاليزد تايب من كلوكيف تيشو بيبقى فيه سيل وفايبرز وماتريكس، قال لك هو وظيفته ايه؟ ان هو بيكون فيرم في الكونسستنسي يقدر يتحمل اي ميكانيكال ستريس من غير ما يحصل له ايه ديستورشن. قال لك هو بيبقى فاسكولار يعني مفيش بلاد فيسلز مفيش ليمفاتكس مفيش نيرفس، بيحصل على الغذاء بتاعه بالديفيوجن من الكابيلاريز اللي بتبقى موجوده في البريكوندريم. طيب في منطقه ما بيبقاش فيها بريكوندريم ده بياخد غذائه منين؟ بياخد غذائه من السينوفيال فلويد، لان غالبا المنطقه اللي ما بيبقاش فيها بريكوندريم دي بتبقى منطقه مفصل. طيب بيقول لك ان انا ممكن الاقي بلاد فيسلز موجوده في الكارتلج عادي جدا ولكنها مش بتغذيه، تمام. ودي كانت محتويات الكارتلج، قلت لك ان انا دلوقتي عندي البريكوندريم اللي هي تبقى حوالين الكارتلج طبقتين، طبقه بره تبقى عباره عن فايبر والاستيك لاير، وبعد كده عندي الطبقه اللي هو انر لاير دي بتبقى عباره عن كوندروبلاست اللي خلايا بتكون الكارتلج، بعد كده بتحوط نفسها بلاكنه واللاكنه دي الفراغ بتكون لي خلايا اسمها كوندروسايت، كوندروسايت مسؤوله عن المينتيرنس اوف ذا كارتلج، ودي كوندروسايت اهي في شكل سيل نستس ودي سيل نستس اهي، دي كده الماتريكس بتاع الكارتلج، وادي هدلة كده البريكوندريم. طيب البريكوندريم ده بيكون فاسكولار كونكتيف تيشو، يعني ايه فاسكولار؟ بيبقى فيه بلاد فيسلز، هو مسؤول عن تغذيه الكارتلج بتاعنا عن طريق الديفيوجن، بينقل الغذاء من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. كل منطقه من الكارتلج بيبقى موجود فيها البريكوندريم ما عدا منطقه الارتيكولار سيرفيس اللي هو منطقه الجوينتس، يعني هو عباره عن طبقتين، الطبقه الخارجيه بتبقى عباره عن فايبر الاستيك لاير، والطبقه الداخليه بتبقى عباره عن كوندروجينيك لاير الخلايا بتكون كارتليج. بعد كده كوندروجينيك لاير دي عباره عن خلايا كوندروبلاست، كوندروبلاست بتلك مقطعين، كوندرو يعني كارتليج، بلاست يعني تصنيع، خلايا بتصنع الكارتليج. ايه وظيفه البريكوندريم؟ قال لك وظيفته نورشمنت للكارتليج عن طريق الديفيوجن من البلاد فيسلز بتاعتها، ثاني حاجه عن طريق كوندروجينيسيس يعني بيكون كارتليج بتغذيه عن طريق الديفيوجن من البلاد فيسلز بتاعتها، بتكونه عن طريق كوندروجينيسيس اللي خلايا كوندروبلاست في الانر لاير بتاعتها. طيب بعد كده اتكلم على الكوندروبلاست الخلايا مكونه الكارتليج، مصدرها ايه؟ مصدرها ميزنكايمال سيلز، بتبقى فين؟ في الانر اسبكت بتاع البريكوندريم، شكلها اوفال او فلات كده، بتبقى اليبتيكال، السيتوبلازم بتاعها بيكون بيزوفيليك، وعرفنا
ليه بيزوفليك عشان يخليها بتصنع بروتين، النيوكليوس بتاعتها بتكون بيل، بيل ليه عشان يخليها اكتف. شكلها تحت الميكروسكوب الالكتروني مضر، يعني بيدل على ان هي خليه بتصنع بروتين. قال لك ان هي بتبقى ايه، خليه بتصنع بروتين، بيبقى فيها في اندوبلازميك ريتيكولم، بيبقى فيها رايبوزومز، بيبقى فيها بروميننت جولجي اباريتس، كمان بيبقى فيها ميني ميتوكوندريا. النيوكليوس بتاعتها بيبقى فيها يكروماتين، اللي هي خليه بتبقى اكتف بتصنع لي ايه، بتصنع لي بروتين، وهي مسؤوله عن المينتين، خليه بتصنع بروتين بتاع الكارتج الكارتلج. يبقى خلايا بتصنع كارتلج عن طريق بتصنع البروتين بتاع الماتريكس وكمان الفايبرز. يبقى خلايا الكوندروبلاست مكونه للكارتلج عن طريق بتصنع لي البروتين بتاع الماتريكس وكمان الفايبرز. ودي شكلها تحت الميكروسكوب اهو، دي كده جيولوجي ابريتس، وادي في ميتوكوندريا وبيبقى فيها رافندوبلازم كريتيكولم وهكذا. طيب ادي الكوندروسايت اللي هي خلايا بتبقى خلايا كوندروبلاست حاطت نفسها بلاكمين ودخلت قعدت في الماتريكس بتاع الكارتليج، سميتها كوندروسايت. كوندروسايت اهي بتبقى موجوده ايه، ممكن تبقى هي بتخليها تبقى كبيره في الحجم وبتبقى سفيريكال ان شيب، ولو هي لوحدها بتبقى مدوره، لو هي مع جروب او بتبقى جوه الكارتليج نفسه بتبقى في سيل ليستس، يعني سيل ليستس بيبقى اكتر من خليه في نفس اللاكينه، بيبقى شكلها تراينجلر ان شيب زي ما انت شايف في الرسمه دي كده، او بتكون سيمي سيركلر او نص دايره يعني. قال لك ان اللاكينه دي الفراغ بيبقى حوالين الكوندروسايت، بتبقى متحوطه بطبقه من الديب ديب ميزوفيليك كوندنسد ماتريكس، او ماتريكس بتاعها حواليها غامق قوي يعني ميزوفيليك. شكلها تحت الميكروسكوب الالكتروني، قالك لو هي سنجل بتبقى فريد او سفيريكال زي ما انت شايف في الرسمه دي، لو هي في جروب بتبقى شكلها شبه الترينجلر ان شيب او سيمي سيركلر، يعني بتبقى عامله سيل نستس. شكلها تحت الميكروسكوب الالكتروني، قالك هي خلايا بتبعت سيتوبلازميك بروسيسز على السيرفيس بتاع ايه، بتاع الماتريكس، بتبعت سيتوبلازميك بروسيسز من السيرفيس بتاعها للماتريكس. قالك هي بتبقى فيها ايه، قالك خلايا مصنوعه مسؤوله عن تصنيع البروتين. النيوكليوس بتاعتها بتبقى هيتيروكروماتين، هيتيروكروماتين يعني هي خلايا بتبقى كامله مسؤوليتها مينتيننس للكارتلج، مش بتشتغل الا لو فقدت حاجه من الكارتلج دي عشان تقدر تعوض لي اللي انا فقدته. طيب الفانكشن بتاعتنا، قال لك الكوندروسايت دي خلايا مسؤوله عن الفورميشن والسكريشن للكولاجين فايبرز، بتكون لي او بتصنع لي خلايا الكولاجين دي، خاصه كولاجين تايب 2. كولاجين تايب 2 لان احنا بنتكلم عن كارتلج. طيب بتصنع لي ايه تاني، بتصنع لي بروتين جلايكان، هي الهيرونيك اسيد، وكمان بتعمل مينتيننس للماتريكس. يبقى خلايا الكوندروسايت وظيفتها انها تعمل مينتيننس للكارتلج، تعودني على اي حاجه الكارتلج ده بيفقدها، تعمل فورميشن وسكريشن للكولاجين فايبر، كولاجين تايب ايه، كولاجين تايب 2. طيب بتكون بروتين جلايكان وهيرونيك اسيد، وكمان بتكون ماتريكس مسؤول عن المينتيننس بتاعه. قال لك الكوندروبلاست اهي حاطط نفسها بلاكيونا وسابت ايه، خلايا كوندروسايت. قال لك الكوندروسايت دي خلايا بتقدر تعمل ماجنتيك ديفيجن، بتكون لي خلايا ثانيه جوه نفس اللاكيونا، بتعمل لي شكل السيل ليستس. طيب الفايبرز بتبقى عباره عن كولاجين تايب 2 وفيها شويه الاستيك فايبرز. الكارتلج بتاعتك نسيج من نوع خاص اللي هو سبيشاليزد سبيشاليزد تايب من كونكتيف تيشو، مش بيعتمد على نفسه، هاف نو بلاد فيسلز، هاف نو نيرفس، هاف نو ليمفاتكس. تمام. طيب الكارتلج ماتريكس، الماتريكس بيبقى فيرم او ريجيد في الكونسيستنسي، ويبقى معاه شويه من الفليكسبيليتي، بيبقى مرن، بيحتوي على ايه، سلفيت جلايكوزامين جلايكانز، بروتي جلايكانز، وجلايكوبروتين. سلفيت جلايكوزامين جلايكانز زي الكوندروتين سلفيت والكراتين سلفيت. كلمه سلفيت دي مجموعه السلفوريك اسيد او السلفيت دي، هي بتبقى شحنه سالبه، بتسحب اي شحنات موجبه، بتدي للماتريكس البيزوفيليا بتاعته. طيب تاني حاجه عندي بروتي جلايكانز، ودي وبعد كده عندي كومبوننت مهم جدا جدا علشان يربط لي بين محتويات الماتريكس، اسمه ايه، جلايكوبروتين كوندرونكتين. تمام تمام. بعد كده هنتكلم على انواع الكارتلج، قال لك الاستيك وفايبر كارتلج وهيلاين كارتلج. طيب هنعرف كل واحد فيهم ايه، قال لك هنعرف السايت والكونتنت الكالر والبريكوندريم والماتريكس بتاعنا. تعالوا نشوف بسم الله الهيلاين كارتلج عباره عن ايه. قال لك هو بيشكل لي اغلب الفيتس سكيلتون ما عدا السكال بون، موجود فين، في الارتيكولار سيرفيس، وموجود في الكوستال كارتلج، وموجود برده في اغلب الكارتلج بتاع الريسبيراتوري تراكت. شكله عامل ازاي، وايت بلو اللي هو يعني لون البي بلو، بيبقى ترانسلوسنت لو هو فريش. طيب موجود في كل يعني كل الهيلاين كارتلج موجود فيه بريكوندريم ما عدا منطقه الجوينت، مبقاش فيها هايلاين كارتلج، مبقاش فيها ايه، بريكوندريم. تمام. الماتريكس بتاعنا بيبقى عباره عن ايه، كولاجين والاستيك فايبرز، ولكن بيبقى شكله عامل ازاي، كلير بيزوفيليك. الكلير بيزوفيليا دي سببها ايه، سببها ان الماتريكس والكولاجين والاستيك فايبرز كلهم ليهم نفس الريفراكتيف اندكس اللي هو عامل انكسار الضوء، وشفناها طبعا على الرسمه. طيب وشفنا تحت الميكروسكوب اللي هي الاستيك فايبر كارتلج ده موجود فين، في الاير بينا، موجود في الاستاكين تيوب والابيجلوتس، وسكمناها ان الابيجلوتس بالاي، استاكين تيوب بالاي، الاير بينا بالاي، موجود في الالاستيك فايبرز، يبقى الالاستيك بالاي موجود في اي حاجه بالاي، بنضيف الى حاجات اللارينكس. كارتلج بتاع اللارينكس قال لك بيبقى لونه يلو لان الالاستين بروتين ده لونه اصفر اصلا في الفريش سيكشن. طيب الخلايا ديت بتبقى ايه، عنده كوندروسايت كتيره جدا جدا جدا، اكتر من الخلايا اللي احنا ذكرناها قبل كده. خلايا كوندروسايت بتبقى موجوده في لاكينه، وكتير بيبقى موجود في نفس اللاكينه، فبتمثل لي سيل ليست.
طيب الماتريكس بيبقى عباره عن ايه؟ شبكه من الاستيك فايبرز بيبقى فيها فيو كولاجين عند بتبقى يعني الاستيك فايبرز كتيره جدا والكولاجين بيبقى حبه صغيره. هليك الباريكوندريم بيغطي لي الاستيك كارتليج بيبقى نفس بتاع الخلايا بالظبط زي ما شفنا في الرسمه كانت خلايا الاسمنه كوندروسايت كتيره جدا زي ما شفنا هنا. بعد كده نتكلم على الوايت فايبر والكارتليج. قال لك اذا تيشو انترميديت بين الدنس كونكتيف تيشو والهيلان كارتليج موجود بين الاثنين الدنس كونكتيف تيشو والهيلان كارتليج موجود في مونتيس سيمسس بيوبس وسيمسس من تايو والانترفرتبرال ديسكس ما تنساش الكلمه دي. وموجود فين؟ برده موجود في الليجامنت بتاعه الكارتليج السيرفيس اوف بونز موجود بيبقى شكله ايه؟ اوبيك وفيرم كده بيبقى لونه وايت عشان فيه تايب 1 من الكولاجين. كوندروسايت بتبقى زي بالظبط بتاعه الهيلان كارتليج وتبقى مترتبه لي في لونج روز سيبريت بالكولاجين باندلز. نشوفها على الرسمه. قال لك اهي روز كده حواليها كولاجين باندلز فايبرولاستيك بيبقى لونه اسيدوفيليك. الوحيد اللي اسيدوفيليك معانا هو عباره عن الوايت فايبرولاستيك اللي هي وايت فايبرو كارتليج وايت فايبرو عشان بيبقى فيها كولاجين تايب 1 بيكوز ات كونتينز جريت نمبر من الكورس تايب كونكتيف بيبقى فيه كولاجين تايب 1 كتير جدا عشان كده هو بيبقى لونه اسيدوفيليك ماشي. وبيقول لك ان البريكوندريم بتاعه مش موجود بس واحنا شفناه اهو ده شكل الروز اهو كوندوسايت مترتبه في روز وبتبقى حواليها كولاجين باندلز ودي رسمه اهي بس كده المقارنه وكده نكون خلصنا. لكام سؤال بقى هنكمل بعض الاسئله يعني شويه اسئله كده جبناهم. ذا تايب اوف كارتج انترفرتبرال ديسكس نوع الكارتج موجود في الانترفرتبرال ديسكس انا اتاكد لكم عليه نوع ايه؟ الوايت فايبرو كارتليج. طيب الكارتليج اللي بيبقى موجود في الاكسترنال اير افتكر الاكسترنال اير اللي هي الاير بينا بالاي بيبقى فيها يلو الاستيك فايبرز يلو الاستيك فايبرو كارتليج. طيب نوع از ا تايب اوف كارتليج ذات هاز نوت بريكارديوم ما عندوش بريكارديوم اللي هو النوع الثالث اللي هو وايت فايبرو كارتليج. الكارتليج هاز نو اند نو. طيب الكارتليج ما فيهوش ايه؟ احنا قلنا ثلاث حاجات بلاد فيسلز ما بيبقاش فيه نيرفس ولا فيه لمفاتكس. طيب الاجابات اهو النوع اللي بيبقى موجود في الانتر فيرتبرال ديسكس هو عباره عن واي فايبر كارتليج. النوع اللي بيبقى موجود في الاكسترنال اير اللي هو يلو الاستيك يلو الاستيك كارتليج. النوع اللي بيبقى موجود مش موجود فيه بريكوندريوم هو عباره عن واي فايبر كارتليج واللي الكارتليج ما فيهوش لمفاتكس ولا نيرفس ولا بلاد فيسلز. طيب سؤالين كده من الميد بتاعنا. طفل عنده 3 سنين اكسبوز تو ان اكسيدنت تعرض لحادثه ذا كوستال كارتليج دامجد الكوستال كارتليج يعني اتكسر. وات از ذا سورس اوف ذا سيلز ريسبونسبل فور كوندروجينيسيس الخلايا اللي بتعمل كوندروجينيسيس. طبعا كنا عارفين هي خلايا اسمها الكوندروبلاست. الكوندروبلاست موجوده فين؟ في الانر لاير اوف ذا بيريكوندريم موجوده في الطبقه الداخليه للبيريكوندريم. هنشوف الاجابات تحت. طيب ذير ار 3 تايبس اوف كارتليج اي نوع منهم موجود في الابيجلوتس بيجلوتس بالاي افتكر ان هو كان يلو الاستيك فايبرز. طيب ذا ارتيكولار سيرفيس ديفرز فروم الهايلاين كارتليج ان ويتش اوف ذا فولوينج ويز الارتيكولار اللي هو بيبقى موجود في الجوينتس ما بيبقاش فيه ايه ما بيبقاش فيه بيريكوندريم. الاجابات اهي تمام بس كده خلصنا. اتمنى تكونوا استفدتوا ما تنسوش تدوا الفيدباك لانها مهمه.